مشاهدينا الكرام في كل مكان، لسه متواصلين معاكم في حضرة مساء الجمعة. واحتفل العالم بالأمس باليوم العالمي للعلاج الطبيعي في 8 مارس، مناسبة كبيرة ومهمة جدا. العلاج الطبيعي وأثره وتأثيره، ومتين نلجأ للعلاج الطبيعي؟ ومعروف أن العلاج الطبيعي يا محمد واحد من أقدم العلوم الطبية. صحيح، في فترة من الفترات كان المسيطر على مجال العلاج الطبيعي البسيط، ولكن تطور المجال بشكل كبير جدا، وأصبح هناك الآن أخصائي علاج طبيعي موجود في كل المستشفيات، وأصبح هذا التخصص من التخصصات المرغوبة بالنسبة للأطباء بشكل كبير جدا، وأصبح مهم جدا في علاج كثير من الأمراض. ممكن حتى تتفاجئوا أثناء الحلقة بأنه في أمراض الناس كانت مفتكرة أنه العلاج الطبيعي ما عنده علاقة بها، هتلاقي أنه ما بعالج لك غير العلاج الطبيعي. هنتعرف على هذه المعلومات مع دكتورة أم الحسن حامد فضل، اختصاص العلاج الطبيعي. دكتورة مرحبا بك، مشرفانا منورانا اليوم في قناة. مرحبا بكم كثير، وعليكم السلام ورحمة الله، وجمعة سعيدة عليكم وعلى المشاهدين. طبعا اليوم ده يوم مميز جدا، اللي هو كان أمس، ما كان الليلة، يوم 8 سبتمبر لكل اختصاصي العلاج الطبيعي، عشان يعرفوا بدورهم عن العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي طبعا في السودان حاجة جديدة وما منتشرة وما فيها ثقافة، فهو يوم توعوي ويوم تثقيفي، وبنعتبره يوم مهم شديد لكل اختصاصي العلاج الطبيعي. فنحن بنشكركم كثير انكم انتم اتحتوا لنا فرصة ان نتحدث عن اليوم ده. اهلا بك، منورانا وسعيدين بك جدا. ونحن حابين من خلالك نتعرف على العلاج الطبيعي، وليه انت اخترت المجال ده بالذات، ونقيف ونعرف المشاهد ذاته برشدة تعريفية عن العلاج الطبيعي وشنو. طيب، العلاج الطبيعي هو علاج طبي زيه زي أي مجال طبي، يعني زيه زي الجراحة وزيه زي المخ والأعصاب زيه زي الباطنية، فبيهتم بالمريض من غير أي تدخل جراحي، بيهتم به من ناحية تثقيفية وتوعوية زي ما قلنا، ومن ناحية صحية بأنه كيف يقدر يقعد بطريقة صحيحة، كيف يقدر يرقد بطريقة صحيحة، كيف أنه يتعامل مع الأشياء حوالينه بطريقة صحيحة من غير أي إصابات. يعني هو علاج وقائي وعلاجي في نفس الوقت. طيب، متى نزور اختصاص العلاج الطبيعي؟ هل أنا ممكن أمشي له مباشرة، ولا لازم يحولني له دكتور؟ وهل هو فقط لما تتعطل مثلا الحركة الجسدية، عوامل الإصابة، الأمراض الشيخوخة، ولا يعني في أمراض أخرى بتتطلب برضو مني أنه أنا أزور اختصاص العلاج الطبيعي؟ طبعا الحاجة دي في السودان ما موجودة، يعني لازم بتحويلها عن طريق طبيب تاني هو اللي يحول للعلاج الطبيعي. لكن طبعا الدول المتقدمة بقى انه طبيب العلاج الطبيعي هو اللي بيشخص الحالة، هو اللي بيقوم بعلاجها. لكن هنا لازم يكون عن طريق تحويل علاج طبيعي، دكتور تاني اخصائي بتاع على حسب المرض الجايبه والمريض نفسه. لكن ممكن يعني مثلا الزول يشتكي من وجع ظهر، زول يشتكي مثلا انه عنده ألم في الكتف، عنده ألم في اليد، ممكن يزور اختصاص العلاج الطبيعي وهو اللي يشخص الحالة عن طريق اختبارات سريرية وطوال يقوم بمعالجتها. طيب، أكثر الأمراض اللي بتم علاجها يعني الدكتور بيحول فيها للعلاج الطبيعي مباشرة ممكن تكون شنو؟ المنتشرة حاليا هي العظام، لكن يعني أنا بنصح انه يشوفوا المجالات الثانية فيها شنو، يعني زي مجال النساء والتوليد، ده دوره مهم شديد، يعني دور العلاج الطبيعي داخل في 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 في, في دور النساء والتوليد بصوره كبيره جدا. وعندنا النساء السودانيات عن طريقه اللايف ستايل حقهم او طريقه حياتهم معرضين للامراض بتاعت النساء، زي النزول الرحم، زي تدني المثانه، دي كلها امراض بيعالجها العلاج الطبيعي من غير اي جراحه. فعشان كده نحن يعني انا عبر المنصه دي بوجه النساء السودانيات انهم هم يقوموا بشنو؟ بالتوعيه، انه يعملوا تمارين رياضيه يقدروا يقوا بها نفسهم من غير ما يحصل لهم اي مشاكل واصابات. هل ده له علاقه بالعامل؟ لانه بنشوف الحوامل مثلا برا بتلعب كوره وبتجري وبتلعب رياضه وكده، هنا لا بتكون راكده ومسطحه السنه كلها لحد ما تولد، يعني هل ده له علاقه بالموضوع ده؟ اكيد، ما قلت لك هو لايف ستايل، هو اسلوب حياه بتاع نساء سودانيات. يعني الواحده مين ما يقول لها انت حامل خلاص بعد ده بترقد في سريره. الحاجة الثانية، الوحدة اللي فيهم القليبة حار، نحن ما كل السودانيات طبعا، صحيح، نعم، الوحدة القليبة حار بتلقاها واقفة في المطبخ 4 ساعات 5 ساعات من غير ما تكل، من غير ما تمل، والحاجة دي ما بتسبب لها أمراض بتاعت نساء وتوليد بس، لا بالعكس بتسبب لها أمراض بتاعت خشونة مفاصل، بتسبب لها أمراض بتاعت التهابات في العضلات، دي كلها بتسبب لها، وهي من غير ما تدرك إنه الحاجة دي مشكلة بالنسبة لها، لا في سبيل إنه هي شنو؟ تخدم أسرتها.
ودي حاجة خاطئة طبعا. طيب انت قبل تحت الهواء ذكرت غير النساء والتوليد في امراض برضو قد تكون ما معروفة للناس برضو بتحتاج فيها او دور العلاج الطبيعي فيها بيكون كبير جدا، برضو نتعرف على الحاجات دي. ايوه الحاجات زي شنو؟ زي اصابات الملاعب مثلا. في اصابات الملاعب عندنا زي ما هسه برضو زميلنا احمد خير سال قال انه هو قال قصه، قال انه هو زمان مشل البصير ضرب يده في الكوره مشل البصير. بنشوف ناس الكوره ده اغلبيتهم اي واحد فيهم تحصل له اي مشكله طوال يمشي لمنه يمشي للبصير، ما خاتي في راسه انه العلاج الطبيعي ده ممكن يعالجه، ممكن يحس بانه شنو في الكوره ذاتها حصل له طقه، سمع طقه يقول لك انا سمعت في ركبتي حاجه طقت، رقد في سرير اصحابه كلهم رفوها له بفويل يقول له امسحها بزيت زيتون او ايا كان ويرتاح لك يومين وواصل لعبك. بعد اسبوعين بقى يجيب موف بالضبط، يجيب موف. هسه حاليا هاي المتطور فيهم والغني بيجيب موف يجيب موف وينزل يلعب بعد اسبوعين او ثلاثه اسابيع يكون عنده الخماسيات دي يمشي يلعب يتصاب اصابه اكبر تمام. فالاصابه الكبيره دي هي اللي بترجعه بعدين لمنه للعلاج الطبيعي. هو من الاول المفروض يمشي لشنو؟ لاختصاص العلاج الطبيعي ده عشان يعالجه المشكله قبل ما تحصل. وطبعا يعني في خرافات كثيره في الموضوع ده، زمان صفق الحشر بالزيت وتلفه بحاجه اسمها الفاول وتمشي تجيبه من الصيدليه يعني ما طبعا يعني ما زمان لا وبعد ما تظهروا يعني الحاجه دي للان شكرا عملنا الحاجه دي محمد. لا ما انا مخرج شاكر انا بس يدي يعني. الحاجه دي للان متواصله يعني. انا هسه في مركز تفانا، عندنا مركز تفانا للعلاج الطبيعي عندنا حالات بتجينا للان يعني بيقول لك انا مثلا يا دكتوره زيت النعام كيف، وهو يكون مستخدمه له اسبوعين يكون مستخدمه بعد ما استخدمه بعد ما استخدمه وانتهى منه بيقوم بيسالني بيقول لي اه زيت النعام قالوا كيف زيت الزيتون لو مسحته على رجلي وهم يكون مستخدمه وما عمل له اثر فقوم بيحب يسال يشوف انا ليه ما عمل لي اثر، لكن ما بقول لك انا استخدمته بقول لك ها لو استخدمته حيحصل شنو فائدته شنو، لو ما لو 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 خلطت معاه حاجه ثانيه هل ده عنده نتيجه ولا لا. فيعني الناس لسه ثقافه بتاعت العلاج الطبيعي ما عندهم صراحه. طيب قلت نقطه مهمه انه ممكن هو يكون طب وقائي يعني. أيوة. كيف العلاج الطبيعي ممكن يكون طب وقائي يقيني من الاصابه ويقيني من برضه خطوره التدخل الجراحي في بعض الاحيان؟ طيب ده عن طريق التمارين الرياضيه يعني عندنا تمارين رياضيه وقائيه لناس لاعبين الكوره او اللاعبين عموما سواء كرة قدم سواء كرة طائرة تنس أيا كان تمام. عندنا تاني تمارين بتاعت نحن بنسميها تمارين كيجل اللي هي دي بتقوم بها النساء وأيا كان من النساء النساء والرجال ده اللي بيمنع عليه شنو؟ بيمنع عليه الأمراض بتاعت سلس البول التدلي بتاع المثانة سقوط الرحم ده كله بيمنع عليه. فأنا كوني مثلا أعمل رياضة لتقوية عضلات الظهر أو تقوية عضلات البطن أو تقوية عضلات الرجلين دي بتقيني كثير من إصابات الغضاريف من الاصابه بتاعت خشونه الركب خشونه المفاصل عموما دي انا بقيها عن طريق التمارين الرياضيه. فهو طب وقائي وطب علاجي بنفس الوقت. طيب في نقطه الطب العلاجي دي، هل بمقدور العلاج الطبيعي انه يعني مثلا يعالج الحاله بدون يعني مساعده من الطب؟ يعني مثلا يجيكم زول يتم علاجه طبيعيا تماما بدون ما تكوني محتاجه لدكتور اخصائي يعني في تخصص ثاني قد يكون مساعد لك في حالات. ايوه هي علاجة علاج طبيعي فقط. وفي حالات بتتدخل انه هو يكون في طبيب ثاني يعني كتيم ورك يعني حالات يعالجوها اخصائيين ثاني، لكن في حالات بتتضمن علاج طبيعي فقط ليس الا ممكن تكون تدخل معاه مثلا بعض المسكنات في الايام الاولى من المرض لانه المريض ما بيقدر يستحمل الالم. والعلاج الطبيعي فيه حاجات بتسكن الالم يعني عندنا اجهزه موجوده بتسكن لنا الالم لكن بطيء فعشان المريض ما يسهج وعشان الكوست بالنسبة لهم ما تكون الجلسات تكلفة عالية فبيدوهم مسكنات يخففوا بها الألم بعدها بيبدأ تمارينه عادي. طيب وقع العلاج الطبيعي في السودان يعني هل لدينا البنية التحتية المؤهلة لكم أنتم كأطباء تقدروا تعالجوا الكثير من الحالات ولا لسه برضو بنعاني من بعض المشاكل؟ طبعا والله لسه بنعاني لأنه هو مجال جديد، لكن مؤخرا بقت في مؤسسات بتدعم الموضوع ده يعني عندنا الشبكة السودانية للعلاج الطبيعي، عندنا المركز بتاع التدريب بتاع مركز سفانة، عندنا المركز بتاع الشبكة السودانية للعلاج الطبيعي، دول كلهم مؤخرا بقوا يدعموا العلاج الطبيعي. يعني نحن اليوم عندنا المؤتمر الثالث للعلاج الطبيعي، ما كان عندنا حاجة اسمها مؤتمر أو كونفرنس، كان في مؤتمر عظام، في مؤتمر المخ وأعصاب،
لكن ما كان في حاجة اسمها تجمع اختصاصية للعلاج الطبيعي في السودان. فهسه ده مؤخرا بقى يحصل، فبيعالجوا به المشاكل ويعني ماشي يتحسن ماشي يتقدم، وإن شاء الله نحن كرواد في العلاج الطبيعي بنحاول نقدم الخدمات حتى للطلبة. طيب في ظل تقنين يعني مهنة الطبيب ذاته اللي بيعالج طبيعي ده، وكلنا شاهدنا قبل كم يوم في فيديو لزول بيضرب شخص بمسمار يعني في أنا ما عارفة هي الطريقة دي قد تكون هو استمدها من وين أو شافها وين، فكيف يعني نحن نوقف الظواهر السالبة دي أو الناس اللي ممكن يكونوا ما عندهم خبرة في مجال العلاج الطبيعي وبيمارسوا المهنة يعني؟ أيوة طبعا الناس ديل نحن بنسميهم البصير، هو المعالج التقليدي. فالمعالج التقليدي ده هو سلاح ذو حدين. يعني مثلا انا عندي في الطرفيات بتاعت المدينه وفي القرى عندنا البصير، عندنا في المستشفيات واحد بيقول عليه التمرجي، التمرجي ده لقرى طب اللي عنده علاقه بالطب، الزول جايبينه من الشارع مارس الحاجه دي وبيجي يشتغل فيها. يعني هو اللي بيدي الحقنه، هو اللي بيركب الدريب، هو اللي بيشخص، هو اللي بيعالج، هو اللي بيعمل اي حاجه، وماسك ما شاء الله مركز ومستشفياته دي في الطرفيات بصوره كويسه زيه زي البصير. يلا البصير انا طالما كزولة دكتوره او اخصائيه بتاعت علاج طبيعي ما قادره اصل للطرفيات وما قادره اصل للقرى، انا اقوم اوعيه افهمه، يعني استخدمه بصوره كويسه. يعني مثلا اوريه الحاجات البدائيه في العلاج الطبيعي زي التمارين اللي قلناها دي ما محتاجه مني الا كورسات، يعني انا اعلمه كيف انه هو في حاجات انت ممكن تقدر تعالجه وفي حاجات لا ارجع بها احول بها المريض ده طوالي لاختصاص العلاج الطبيعي، ده ما دورك بعد ده اثبته. تمام فكده انا بقدر اكون وصلت ل للشعب في كل يعني او غطيت موضوع العلاج الطبيعي ده في كل السودان او في كل الدوله من غير شنو، من غير ما يحصل لي حاجات خطيره زي الراجل اللي حصل له ودقوا له مسمار في راسه ده. فدي اصابه بالغه طبعا. صحيح. طيب دكتور رومان حسن، يعني احنا في خواتيم حوارنا معاك ده رغبتك في البدايه كانت هندسه لكن جيت علاج طبيعي، سر التغيير او سبب التغيير؟ والله هو سبب التغيير انه الاسره كلها في المجال الطبي، فحسيت انه ما حيكون عندي سبورت، ما في زول حيدعمني في موضوع الهندسه ده. قالوا لي ما قالوا مهندسين في البيت الدكاتره لا لا قالوا لي والله صراحه قالوا لي المهندس الهندسه دي شغل بتاعت اولاد حتقفي في الشمس وما عارفه، وانا كنت لسه يعني شنو ما عندي فكره انه علاج طبيعي اصلا يعني شنو. يعني انا صراحه حاجه اسمها علاج طبيعي ما عرفتها الا عن 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 طريق سينيور ليا كانت جارتي في نفس الوقت، فقالت لي انه العلاج الطبيعي ده حاجه مميزه شديد وحاجه جميله وحتلقي شغل طوالي وقروشه كثيره. فتحمست فتحمست للموضوع، قلت خلاص يعني انا نسبتي بتدخلني علاج طبيعي كان في جامعه النيلين او بتدخلني كيمياء صيدله. فالصيدله انا كنت اصلا ما بحب الكيمياء، الكيمياء يعني كانت بالنسبة لي عدو كبير، فقلت خلاص علاج طبيعي أحاول أمشي في المجال، بالذات لما عرفت إنه ممكن كان في جامعة النيلين عندنا فرصة إنه بنقرأ 3 سنوات طب بعدها ممكن تحول من علاج طبيعي، أنت بتخش كأنك أنت علاج طبيعي كلية العلاج الطبيعي لكن بتقرأ مع ناس ميديسين كل جنرال ميديسين دي. أيوه. بعدها ممكن تحول، يعني امتحنت السنة الثانية دي بنسميها نحن الانترميديت، تمتحن السنة الثانية بعدها بترجع تقرا طب زيك وزي اي زول يعني داخل كانه بنسبته بتاعت. قلت خلاص تحمست في السنه الثالثه قلت انه انا ارجع اقرا. في السنه الرابعه نزلنا اتاتشمنت اللي هو بننزل في المستشفيات عملي وكده وبتشوف الحالات وكده، فصراحه تحمست كثير. يعني انا ما عرفت اهميه العلاج الطبيعي الا بعد ما اشتغلت عملي. صحيح. الا بعد ما شفت الحالات قدامي وان احنا فعلا بندي يعني بنمثل دور. فقلت خلاص انه هو مجال جديد وانا اتحمس فيه ويمكن ادي اضافه فيه، فان شاء الله يا رب اكون يعني في المجال ان شاء الله. شكرا لك كثير دكتوره ام الحسن حامد فضل الله تخصص العلاج الطبيعي، شرفتينا ونورتينا اليوم، حدثنا عن موضوع جميل وموضوع مهم، كل التوفيق لك. شكرا. تسلموا يا رب، وانا شاكره لكم كثير انه اتحتوا لي الفرصه الليله. شكرا. يديكم العافيه يا رب. شكرا جزيلا.